السلام عليكم. نكمل الجزء الثالث من المحاضرة الأخيرة للتسميت، عملية التسميت وكل ما يتعلق بالأويل وول سيمنتنج. نجي الوول بارامترز، العوامل اللي تأثر لنا على السمنت، افكتنج سمنت ديزاين اند اوبريشن، عملية التصميم والتسميت، عملية تسميت البئر. فور بروبر سمنتنج ديزاين، حتى نسوي تصميم دقيق للبئر، it is critical to consider the wallboard condition، أصبح من الضروري نحدد الظروف الحرجة للبئر، such as the temperature, pressure, wall configuration، يعني الأبعاد مال البئر وكل ما يتعلق بالديمنشنز مال البئر، wall fluid، الفلويد مال البئر، انفورميشن بروبرتيز، وخواص الطبقات المحفوره عند تصميم السمنت جوب. نجي العوامل المؤثره، هي الدبث. طبعا الدبث ايضا يعتبر مهم. The depth of the wall influences the amount of wall bore fluid involved. العمق يحدد لنا ايش قد عندنا كميه في الفلويد الموجوده بالبئر. The properties of wall bore fluid، الخواص مال bore fluids، the pressure، الضغط أيضا، والtemperature، كل هاي تتعلق بالعمق. And thus the cement slurry design، بالتالي يعني العمق يأثر لنا على عملية التصميم من خلال هذه العوامل التالية. عادة extremely deep walls، يعني الأعماق الكبيرة كلش من الآبار، have their own distinct design challenge، بها تحديات كبيرة ومشاكل كبيرة في عملية تصميم السمنتنج سلري أو عملية تسميت للبئر. أو high temperature، ليش extremely deep walls، تكون درجة الحرارة جدا عالية، the pressure يكون عالي، and corrosive formation fluid، وأيضا احتمالية وجود ال formation fluid اللي هي تكون ممكن تسبب لنا تآكل كبير، تحتوي مثلا على H2S، حوامض النتريك وغيرها، هاي تسبب لنا تآكل كبير في المعدات وحتى تآكل لنا السمنت سلري. اثنين، الوال بول جيومتري اند درينينج فلويد ريموفر، يعني الشكل الهندسي مال البئر، ابعاد البئر، وعملية شنو، ازالة او رفع الدريلينج فلويد. إزالة. The geometry of the wall bore is important، أهمية الشكل البئر أبعاده وين تتحدد إن مهمة، determining the amount of cement required، حدد لنا حجم السمنت المطلوب for cementing operation، هاي أول شيء. اثنين، the drilled hole S shape determines the drill holes shape، أشكال البئر يعني determines the clearance between the casing and the wall bore، شقد عندنا يصير عندنا الفراغ الحلقي شقد بين الكاسينج والبور هول. And this annular space influences، وهذا الفراغ الحلقي أثر لنا على drilling fluid displacement، عملية إزاحة drilling fluid by cement slurry. واضح هنا تأثير الجيومتري of the well، عملية الإزاحة الدريلينج فلويد، لأن هو دريلينج فلويد موجود أساسا بالبئر، وأيضا بعدين من ندفع السمنت أيضا نضيف دريلينج فلويد بعده، يعني ما الدريل السمنت سلري هو محصور قدام دريلينج فلويد وبعده دريلينج فلويد، فعملية إزاحة الدريلينج فلويد أيضا تعتمد على اليمن على الجيومتري of the wall. A minimum annular space of 1 to 1.5 inch، عادة من 1 إلى 1.5 inch is recommended، الفراغ الحلقي في عملية السمنت placement هو من 1 إلى 1.5 inch، أي أفضل شيء. من يصير أكبر لا شوي يصير عملية التسميت بها عدم دقة وبها مشاكل. ثلاثة، the whole inclination angle، زاوية ميل البئر، فذا inclination angle influences the true vertical depth and temperature، أثرنا على
ايش قد مقدار العمق الحقيقي ودرجة الحرارة المتغيرة حسب الزاوية. Temperature, درجة الحرارة مهم جدا في عملية التسميد. The temperature of the wellbore are critical in the design of cement job. حرجة تعتبر وتأثر تأثير كبير في عملية التسميد. There are basically three different temperatures. هناك عندنا طبعا ثلاث أنواع من درجات الحرارة المختلفة لازم ناخذها بنظر الاعتبار في عملية التسميد أو حتى في حفر الآبار. أولا the bottom hole circulating temperature، يعني درجة الحرارة في أسفل قاعدة البئر يسموه bottom hole circulating temperature. The bottom hole static temperature، أيضا درجة الحرارة في حالة أنه عندنا الدرينج فلويد ستاتيك ما عندنا حفر، ايش قد درجة الحرارة في قاع البئر هنا بالسيركوليشن هنا بالستاتيك كونديشن طين الحفر متوقف. and the temperature differential، الفرق او which is the temperature difference between the top and bottom of the cement placement. هنا الدفرنشال بريشر هو الفرق بين التوب and bottom of the cement placement، يعني الفرق بين طول المقطع المسمت بالكيسينج ايش قد درجة الحرارة في اعلى المقطع وايش قد درجة الحرارة في اسفل المقطع. The bottom hole circulation temperature control the time، هاي تحدد لنا الوقت that it takes for the cement to set up، اذا تحدد لنا الوقت اللازم حتى يبدي السمنت به يصلب. The bottom hole circulation temperature plays a vital role in the strength development of the crude cement. يعني هذا الـ PCCT تعتبر تلعب لنا دور مهم ورئيسي في تحديد مقاومة السمنت سلري اللي مخليها to support the casing. High temperature. نجي الفورميشن بريشر. فورميشن بريشر ايضا يأثر. The density of the drilling fluid can be a good indication of the equivalent of circulating density. اذن density ما drilling fluid ممثلة بالequivalent circulating density طبعا تعطينا good indication and hydrostatic pressure limitation of the wellbore. فالequivalent circulating density يساوي لنا wellbore circulating fluid pressure divided by the true vertical depth expressed as density in ppg. يعني البرشر على الدبث في البوينت اوف 52 تعطينا الاكوفلنت circulating density واللي هي تعطينا indication مثل ما شفنا شرحنا في المواضيع السابقة ايش قد عندنا الهيدروستاتيك برشر. The equivalent circulating density at key depth في يعني العمق اللي احنا نريده must be calculated for all fluids. يعني الدنسيتي هنا لازم نحسبها لكل المواعي الموجودة للسمنت والدريلينج فلويد والماء اذا موجود كبري فلاش انكلودينج ذا دريلينج فلويد السمنت سبيسر ايضا ان سمنت سلاري. لكل هذه هنا سائل الحفر والسمنت سبيسر اللي هو مال الماء نخليه امامه بعد السمنت والسمنت سلري كلها لازم تنحسب الدنسيتي مال. To maintain the integrity of the wellbore حتى نضمن استقامة البئر وما عندنا مشاكل the equivalent circulating density must not exceed the fracture gradient of the weakest formation. طبعا هذا لازم تكون انه الاكوفلنت سيركوليتنج دنسيتي ما تصير اكثر من الفراكشر جراديانت وبالتالي تكسر لنا الطبقات الضعيفه ممكن نسوي لنا لوس بالسمنت ونفقد كميه كبيره من السمنت ان ذا انكيز بارت اوفر خصوصا في الطبقات غير يعني انكيز بارت بالاوبن هول. فلويد لوس ماست بي كنترول ايضا فلويد لوس فور سكسسفول برايمري لازم نسيطر عندنا على fluid loss نمنع ال loss of circulation بالنسبة في عمليات ال primary cement. ال equivalent circulating density
والإكويفلنت ستاتيك دنسيتي عندما نوقف الضخ must not be below the whole collapse pressure of the wicket. يجب أن لازم تكون must be أقل not be أقل لا ما ممكن يصير أقل من الكولابس pressure of the wicket formation in the hole. يعني لازم أنه دائما تكون تكون الإكوفلنت سيركوليتنج دنسيتي والستاتيك سيركوليتنج دنسيتي أعلى من الكولابس pressure للطبقات الضعيفة اللي ممكن تتكسر. Pressures in the wallboard also affect the strength development. أيضا الضغط مقدار الضغط داخل البئر يعطينا indication أو يعطينا قد مقدار يأثر لنا على strength development of the cement. قد مقاومة السمنت مع مرور الوقت. العامل الخامس اللي يأثر لنا على السمنت job هو formation chemical characteristics. يعني composition lithology of the formation can present compatibility problems with the drilling and cementing fluids. يعني ممكن يسبب لنا مشاكل التكوين lithology مال formation. ولازم يصير في التوافق بين lithology مال formation ويا drilling fluid والcementing fluid. بيصير نوع من التفاعل ويا الليثولوجي ممكن يصير عندنا تحلل ممكن يصير عندنا تميق ممكن يصير عندنا كيفينج بالطبقات اللي احنا نريد نسميها. شيل فورميشن ار سنسيتيف. شوف الشيل فورميشن تعتبر حساسة للفريش ووتر. من يجي الماء العذب يمها تبدي تسيل والهايدريشن اند كان سلف اوف اورس ويل ممكن تكون تتميق داخل البئر تنتفخ او as well تنتفخ. if special precaution لازم هنا نتنفذ تحسبات او خلينا نقول تحديدات نستخدمها such as increasing the salinity of the water or not taking. لازم ناخذ بنظر الاعتبار مجموعة من وخصوصا مثلا من نمر على الطبقات الشيل فورميشن لازم الفريش ووتر نلغيه نستخدم السولت ووتر حتى ما يصير عندنا لا السلفنج ولا سوال في هذه الطبقة. ستة اخير شيء هو الفورميشن. اعتقد الفورميشن بيرميابلتي مهم جدا. when the permeability of the formation is high عالية excessive fluid filtrate loss and filter cake build up may occur that can cause poor cementing result. اذا في حالة permeability عالية مع الفورميشن راح يصير فلتريشن عالي وبالتالي المد كيك يكون ذا سمك كبير وبالتالي راح يأثر لنا ويعطينا بور سمنتنج ريزلت. عملية التسميد وإرساء الكيسنج عبر وربطه بين سطح الكيسنج وجدار البئر يكون غير ضعيف لأنه موجود عندنا المد كيك ولذلك احنا نستخدم السكراشر حتى نقشط هذا المد كيك ونلغيه يبقى فقط جدار البئر صافي وممكن التسميد يكون بشكل جيد. effects of high permeability تأثير النفاذية العالية includes يحتوي لنا reduced annular cross sectional flow area الفراغ الحلقي كمقطع يقل نتيجة قلنا المد كيك يكون كبير. unability to remove the cuttings ايضا يصبح عملية ازالة الفلتريشن شوية اعقد لان فراغ الحلق يكون اقل. partially dehydrated and highly gelled drilling fluid راح يأثر لنا حتى الدريلينج فلويد يصير بيها dehydration ويبدي يجلد يعني يصير الفسكوسيتي مالته عالية. poor mud conditioning ايضا عملية يعني تهيئة او معالجة خواص الدريلينج فلويد باستمرار يكون ايضا راح يصير عملية يعني فقيرة. and displacement وعملية الازاحة inadequate cement placement كل هذه تأثر لنا والdisplacement مال المد تكون شوية يعني بيها مشاكل
فيعطينا ان ادكويت سمنت، راح ينطينا عملية وضع السمنت في موضعه والتصلب مالته يكون غير مناسب. lack of zonal isolation ممكن يساعدنا نوع من الطبقات اللي بيها يكون بيها حزم، causing damage، احيانا ممكن يصير بيها damage في هذه الطبقات، and one control issues، وبعض المشاكل للسيطرة على البئر، كل هاي تسبب لها الفورميشن permeability. نجي لموضوع الاخير اللي هو السمنت هيدروليكس، اللي هو الهيدروليك مال السمنت. شلون شفنا عندنا الهيدروليك مال الدرينج فلويد، هنا عندنا السمنت هو ايضا عبارة عن فلويد انضخه، اذا يدخل في حساباته الهيدروليكس والبرشر دروب في حالة عملية التسميد. The most model represent cement slurry is power law model or Bingham plastic model. مثل ما شفنا بالنسبة للسمنت سلاري ممكن نطبق عليه الباور لو موديل والبنجهام بلاستيك موديل. To estimate pressure losses during cementing operation R، حتى نحسب pressure losses أثناء عملية التسميد لازم نمر على القوانين التالية. أولا inside the pipes، inside the casing أو inside the drill pipe أو drill string. نحسب أول شيء Reynolds number حتى نحضر نشوف الفلو تربلنت او لامينار. رينولد نمبر بالنسبه للسمنت يساوي 1.86، الفي دي الديسبليست فيلوسيتي في 2 ناقص الان سي. طبعا هنا هذاك الان خليناها بالدرينج فلويد، ان هنا نعطيها سي يعني بمعنى لمعجون السمنت. الان في الدي الديامتر، في الرو مع السمنت ايضا الرو سي، على الكي سي كونسيستنسي مع السمنت، في 96 على دي اوفر ان سي. هذا شنو الدي؟ طبعا الانسايد دايمتر مع البايبس. طبعا الرينولد نمبر يساوي لنا 3000 فور تربلنت فلو، اقل من 3000 نعتبره لامينار فلو، 3000 وما فوق يعتبر تربلنت فلو. اذا طلعنا الرينولد نمبر ايش يطيب. نجي الفي سي اللي هي الكريتيكال فيلوسيتي اللي تحدد لنا انه هنا اللامينر او التربلنت فلو، طبعا بالاضافه الى رينولد نمبر. فالفي سي يساوي لنا 1613 في كي سي 96 على دي انسايد دايمتر تو ذا باور ان سي كيسنج السمنت ان على رو سي السمنت دنسيتي في هذا كل القوس مرفوع الى 1.2 ناقص انسي. الفريكشن فاكتور نحتاج ايضا حتى نحدد اللامينر او التربلنت فلو، الفريكشن فاكتور 0.00454 زائدا 0.645 على رينولد نمبر تو ذا 0.7. فريكشن فاكتور نطلعه، اذا لازم نحسب الرينولد نمبر، طلع الفريكشن فاكتور نروح على اليمن على المعادلة مالتنا البريشر لود دلتا بي يساوي لنا الاف فريكشن فاكتور في الرو مال السمنت في الال طول المقطع، الفي دي سكوير ديسبليس فيلوسيتي على 25.8 دي انسايد دايمتر اوف ذا بايب. الفي دي نحسبها من معادلة كيو الدايمتر 17.5 كيو بي على الدي سكوير، وير في دي ان فيت بير سكند. هنا الفي دي هي بالفيت بير سكند، والكيو بي ان دورل بير مينيت، كيو بامبيد يعني تلقى عندنا الفلوريت اللي نضخ بيها بامبيد دورل بير مينيت، فهنا الفي تطلع لنا بالفيت بير سكند. الهيدروستاتيك بريشر at any section يساوي لنا 0.0244 في البي ويل البريشر داخل الويل او البايب في الكيو في الفلوريت، وير بي ويل بريشر ديفرنس او ما نسميه بامب بريشر، بي ويل البريشر ديفرنس او نسميه الويل بريشر او البامب بريشر. هاي في الحاله الاولى. بالنسبه للانيولوس
نفس القوانين ما عدا انه يجي عندنا الدي اي افكتيف دايامتر يساوي لنا الدي هول، الهول دايامتر ناقص الاوتسايد دايامتر اوف ذا بايب، سواء الدريل بايب او كيسنج او الدريل كولم، نفس القوانين. اكزامبل ناخذ اكزامبل حتى يوضح لنا هذا الهيدروليكس مال السنه. 10 انج هول دايامتر قطر البئر 10 تو بي كيز، نحط له كيسنج او نسميته كيز ويز 7 انج كيسنج، قطر الكيسنج 7 انج القطر الخارجي، كاباسيتي مالته 0.196 فيت كيوب بير فوت، الثيكنس مالته 0.498 انج 25 باوند بير فوت نومينال ويت مالته، سيمنتنج ديبث اريد العمق مال تسميت 5000 فيت، الحجم مال السمنت 200 ساك او كلاس جي، اليلد سلاري مال السمنت 1.2 فيت كيوب بير ساك، فروم لاب تيست جيف بالمختبر اجينا حتى نحسب الان والكي مال السمنت والمن، طبعا هنا الان والكي اذا عندنا باور لو موديل، فالان شي يساوي لنا 0.29 للمد، الكي مال المد 0.075 والرومد 10 بي بي جي، للسمنت سلاري الان سي 0.3 الكي 0.195 وعندنا الروسي 15.6 بي بي جي. هذه الداتا المنطينة اياها البيانات، احسب البامبنج ريت تو جيت تربلنت فلو ان ذا انيلرز، اريد شقد معدل الضخ حتى نحصل على تربلنت فلو بالفراغ الحلقي. اثنين بريشر دروب اوف ذا سمنت سلري ان انيلرز اند انسايد ذا كيسنج، شقد عندنا الفقدان بالبريشر، بريشر لوس او دروب بالانيلرز وداخل الكيسنج. ثلاثة الهورس باور قدرة الحصانية to circulate يعني مع البام، hydraulic horse power of the pump to circulate the mud in the system as the case that all cement slurry inside the casing. هنا يعني القدرة الحصانية في البام او الهيدروليكية للهورس باور، طبعا هي بالحصان تقاس، اللي تدورنا المد in the system بالمنظومة كلها at the case that all cement slurry in the casing، بأنه كل السمنت سلري بعد وين داخل الكيسنج ما رايح للأنجلس، شقد عندنا الهورس باور للبامب الضغطي. الحل مالتنا نجي أول شيء نحسب الكريتيكال فيلوسيتي ال VC، قانون مالته هو هذا نعوض عنه 1613، الكونسيستنسي مال مال السمنت 0.195 في 96 على الدي هنا بالفراغ الحلقي دي 10 ناقص 7، الان سي 0.3 واحد على 2 ناقص 0.3 على الروسي 15.6 يطلع لنا 10.78، هنا ال VC قلنا بالفيت بير سكند، ممكن تضربها في 60 تطلع لك بالفيت بير منت، ما نحتاجها احنا. نجي نحسب الفلو ريت كيو بالبامبينج VD دي هول ماينر دي هول سكوير على 17.15، فال VD 10.78 الدي هول 10 تربيع ناقص الاوتسايد دايمتر مال كيسنج 7 تربيع على 17.15 يطلع لنا 32.06 فيت بير سكند، هاي مو كيو بي اي لا هاي كيوبك فوت، هاي كيوبك فوت بير سكند فلوريد فلوريد او هم هنا شفت انها كيو بي بارل بير مينيت، قانون مالتنا وين الكيو بي
هل كيو بي وين كيو بي ها الفي دي هاي الفي دي اذا فيت بير سكند هاي وليس الكيو بي هاي صححها إذن هاي ال VD يطلع لنا 32.06 إذن هنا ال VC ال VC هذه ال VD displaced أعلى من ال VC إذن معناه عندنا شنو turbulent flow ال pressure drop in annulus and inside casing where ال RE 3000 fit to get turbulent flow فهنا طبعا استنتجنا انه هو تربلنت فلو هو بالسؤال اميض يقول لك انا ريد تربلنت فلو بالفراغ الحلقي الار اي بالنسبة للتربلنت يفصل لنا بين اللمنر والتربلنت هو 3000 فنحسب الاف شي يساوي لنا 0.0454.465 على 3000 الى الباور 0.7 المعادلة مال الفريكشن فاكتر يطلع لنا 0.0069 طلعنا الفريكشن فاكتر اذا نطلع الدلتا بي اف الدلتا بي بريشر دروب حسب المعادلة هاي فريكشن فاكتور هذا الروسي 15.6 الال عندنا 5000 فت طول المقطع التسميد الفي دي 10.78 تربيع على 25.8 في الانيولار سبيس 10 ناقص 7 يطلع 808 بي اس اي هذا وين البريشر دروب بالانيولار الآن نجي لبرشر دروب inside the casing الدي اي شي يساوي لنا الدي اي 7 الاوسايد ناقص الانسايد 2 في التي يطلع 6.04 شنو انج اذا الفي دي في حالة داخل الدريل سترينج او الدريل كيسنج 17.15 في 32.06 السرعة اللي طلعناها على 6.004 تربيع يطلع 15.25 فت بير سكند طلعنا هنا نطلع شنو الرينولد نمبر هنا 1.86 البي دي 15.25 قس 2 ناقص 0.3 الان سي الاي دي 6.04 في 15.6 الرو سي على 0.195 الكي سي 76 على ال ID الى باور بوينت 3 يطلع الرينولد نمبر 39,944 نجيبه هنا نطلع الفريكشن فاكتور يطلع لنا 0.0049 نروح على قانون الدلتا بي نحط الفريكشن فاكتور في الروسي في ال L في الفيلوسيتي تربيع على 25.8 في الاي دي مالتنا السايد كيسنج يطلع 573 بي اس اي هذا الانيولر بريشر لوس دلتا بي داخل الكيسنج الهيدروليك هورس باور ذا سيم بريشر ريجاردد اس بي اس اي بير الف فيت فور سمبليفايد يعني راح نسوي في التبسيط انه نستخدم البريشر دروب مقسم على لكل 100 فيت للتبسيط فقط فعدنا الدلتا بي بالانيولوس 808 على الالف فت هو 5000 فت العمق فناخذه لكل الف يعني 5 واضح فعلى 5 يطلع 161.6 بي اس اي لكل الف فت يعني لو نخليه لكل فت لازم نقسم على شقد على 5000 بس احنا لتبسيط الحال حتى هذا يطلع لنا في العدد صحيح بدون الـ يعني الكسور فسويناه على اساس الالف فت فعلى المقسم على 5 يطلع هذا ودلتا بي بالكيسنج
573 للبرشر على ايضا 5 يطلع 114.46 PSI لكل الف. السمنت هاي تشقد ارتفاع السمنت بالفراغ الحلقي الفي سي. احنا الكمية مال السمنت 200 في ال 1.2 اليلد سلري الحجم يطلع لنا 240 فيت كيوب مال السمنت. اذا طول المقطع مال السمنت حول الكيسين يساوي لنا 240 على ال 0.196 يساوي لنا 100,224 فيت. طبعا ال 0.196 هاي منين جبناها؟ جبناها من اعتقد المقطع الكاباسيتي منطينا اياها هو الفراغ الحلقي الكاباسيتي مالته 0.196 فيت كيوب. فقسمنا كمية السمنت اللي جبناها من حاصل الضرب عدد الاكياس مال السمنت في السمنت سلري السلري ويت يطلع لنا 1224 فيت. اذا المد هايت هذا السمنت هايت، اذا المد هايت راح يساوي لنا 5000 ناقص ال 1224 ويساوي لنا 3776 فيت. اذا نجي نحسب البريشر دروب اوف مد ان ذا انيولوس، هذاك حسبنا مال السمنت. نجي الان نحسب البريشر دروب مال المد، لان عرفنا الكلام مال المد هو ايش قلت 3776. فنحسب 1.86 في 10.78 الفي 2 ناقص 0.29 في 10 ناقص 7 في 10 المد دنسيتي هنا مو السمنت على 0.075 96 10 ناقص 7 في 0.29. طبعا هاي الكي مال المد، هاي الدنسيتي مال المد، بس الفيلوسيتي هي نفس 10.78 يطلع 15,880 رينولد نمبر. نطلع الاف حسب المعادله مال رينولد يطلع 0.0528. نجي نحسب الدلتا بي البريشر دروب بالمد كولم وين؟ بالانيولس واضح؟ يعني هنا اخذنا 10 ناقص 7 فالفاكتور اف في المد دنسيتي 10 فنعتبر انه ال هنا الف قلنا على الالف في 10.78 البي سي التربيع على 25 10 ناقص 7 يطلع 79 بي اس اي لكل الف فيت. هنا نجي نحسب البريشر دروب اوف مد انسايد ذا كيسنج، هاي حسبناه بالانيولوس، هنا نحسبه وين؟ بالانسايد ذا كيسنج. الفي دي نحسبها تطلع لنا بالمعادلة السابقة تطلع لنا 15.52 فيت بير سكند مع سكند. الرينولد نمبر نحسبه 5.2 ناقص ان الاي دي مال الكيسن 6.142 هذا المد دنسيتي، هاي الكي مال المد على هاي الان مال المد ايضا، هاي هنا طبعا هنا الان مال المد هناك اخذناها 0.3 للسمنت يطلع 70.335. نطلع الاف فريكشن فاكتور حتى نطلع البريشر دروب يطلع لنا 0.0480. نجي نعوضه الدلتا بي مد خلال الكيسنج، الفريكشن فاكتور في المد دنسيتي 10 في اللينكث يونت مالتنا الف في 15.25 البي دي تربيع على 25.8 هذا الفاكتور 5 في الاي دي يطلع 72 بي اس اي لكل الف. اذا التوتال بريشر دروب وير ذا سمنت سلري انسايد ذا كيسنج، بعدنا شنو داخل الكيسنج السمنت سلري، دلتا بي كيسنج انيولاس يساوي لنا 114.6 على الف في الطول 1224. هذا شنو مال كيسنج؟ هنا هسه راح نطلع شنو مال سمنت اللي داخل الكيسنج، بريشر دروب مال سمنت داخل الكيسنج. فطلع لنا شقد 114 طلعناه
قد 114، هذا 114 بكل هيك نقسمه نضربه في الطول اللي هو 1242 اللي هي طول السمنت، يطلع لنا 140.3 PSI. هاي البريشر دروب مال الكيسنج بالانيولوس، وبعدين نطلع البريشر دروب مال المد بالكيسنج اللي هو طلع بريشر 72 على 1000 في الطول مال المد 3776 يطلع 272 PSI كبريشر. وعندنا الدلتا بي مد بالانيولوس شي يساوي لنا 79 على 1000 في 5000 الانيولوس كلها، لان السمنت ما عندنا بالانيولوس بعده، ستيل هو وين داخل الكيسنج، طوله 1224 والمتبقي 3767 مال من مال المد. فداخل الكيسنج عندنا البريشر دروب مال المد والبريشر دروب مال من مال الكيسنج اللي هو هذا حسبناه، هذا مال الكيسنج، هاي وين داخل الكيسنج. بالفراغ الحلقي ما عندنا كيسنج، ما عندنا سمنت العفو، فناخذ البريشر دروب على الطول كله 5000 يطلع لنا 359 PSI. اذا توتال بريشر دروب راح شي يساوي لنا، يساوي لنا 140.3 مال السمنت داخل الكيسنج وال 272 مال المد داخل الكيسنج، والمد بالانيولوس يساوي لنا 807 PSI. طلعنا اذا نجي نحسب الهيدروستاتيك بريشر انسايد ذا كيسنج، الهيدروستاتيك بريشر داخل الكيسنج شي يمثل لنا، يمثل لنا مال السمنت اللي هو 0.052 في طول السمنت في الدنسيتي مالته 993 PSI، ومال المد اللي داخل الكيسنج الهيدروستاتيك بريشر مال المد 0.052 هذا مال السمنت داخل الكيسنج، هذا بالمد داخل الكيسنج 0.052 في 3776 في المد دنسيتي 10، هذا يطلع هيدروستاتيك بريشر مال المد كولم، هذا مال السمنت كولم، واثنين هم داخل الكيسنج. اذا توتال هيدروستاتيك بريشر انسايد ذا كيسنج نجمع ذن الاثنين 993 وال 1994 يطلع 2975 PSI. زين الهيدروستاتيك بريشر فور ذا مد ان ذا انيولوس، الانيولوس طولها هيدروستاتيك بريشر بالمد بالانيولوس يساوي لنا 0.052 في المد دنسيتي 10 في طول الانيولوس كلها 5000 في عمق البئر يطلع 2600 PSI. اذا البامب بريشر هو يمثل لنا البريشر ديفرنس بين الهيدروستاتيك بريشر انسايد ذا كيسنج والهيدروستاتيك بريشر بالانيولوس، ويساوي لنا البي وول هو يسمي البامب بريشر او البريشر ديفرنس، يساوي لنا الهيدروستاتيك بريشر بالمد بالانيولوس زائد الدلتا بي بال الانيولوس بال هنا الانيولوس اي بالانيولوس ماينس الهيدروستاتيك بريشر للكيسنج بالانيولوس يطلع 2600 زائد 807 ناقص 2957 يطلع يساوي 450 PSI. هذا المفروض الضخه البمب البريشر 450 PSI. اذا البمب هيدروليك هورس باور القانون مالتنا 0.0244 في البريشر بي ويل اللي هو 450 في 32.06 اللي هي قلنا شو تمثل لنا، تمثل لنا الكيو في في كيو ويساوي لنا 352 هورس باور. هذا مقدار الهورس باور مال البمب في عمليه
الهيدروليك ماسمنت لهذا الموضوع. هنا ننهي الموضوع مالتنا ان شاء الله. نكمل على خير. طبعا انا راح انطيكم امثلة اخرى بالسمنت، ادزلكم اياها على التليجرام وتقروها، واذا عندنا مجال ممكن نشرح لكم اياها، واذا ما اكو هنا بسيطات تقروهم جيد وتفتهموهم، واللي ما يفتهمهم نقدر نعاونه بالاسئله اللي هو يريدها. شكرا، تحياتي لكم.